نرجع سوا إذا مشاهدينا حتى نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح، وكل يلي بحبوا يكبروا شوي النباتات رح تاخذوا هلا شوية أخبار عن هالنبتة المهضومة كتير. شجيرة موجودة معنا بالاستوديو أكيد مع كندا بأرض ورد. صباح النور. مكبرين اليوم القياس، ايه مزبوط، فينا نكبر ابتداء من المترين لنوصل للعشر امتار مع البرونوس، بس ما بيساعد الاستوديو لكن توصل أكبر. للعشر امتار؟ توصل للعشر امتار، بس اكيد وقتها نحكي عن شجره بهالحجم هيدا بيكون عمرها فوق العشرين سنه، فوق الخمسة وعشرين سنه كمان، لحتى نحكي عن شجره برونوس بحجم عشر امتار. برونوس بذكرك بشيء كلمة غادة؟ برون يعني انه هلا بس مش شايفت عليها برون ابدا، بركي اللون يعني لانه لونها على احمر شوي. اوكي بس اعطينا خوخ هي؟ لا ما بتعطي خوخ، بس بتعطي سمر منه طيب ما بيتاكل، لانه هي مزبوط من انواع الخوخيات. برونوس جاي من كلمة برون مزبوط، وبالمراجع الاوروبية خاصة او حتى الموطن الاصلي العيلة هيدي ما بنسميها الخوخ، بنسميها السوريزيه او عيلة الكرزيات، نحن بمنطقتنا بنسميها اللوزيات، بس كلياتهم هولي نفس العيلة. يعني وقتا نحكي عن قرايب، ايه قرايب وقتا نحكي عن كرز، خوخ، مشمش، لوز، دراء، كل الاشياء اللي بتعطي فيها بالنص الحبة تبعولها بنسميهم اللوزيات، وواحدة منهم هي الشيء اللي بنسميه برونوس بيسارديه او البرونوس دورنومان، يعني اللي هي للزينة مش لحتى ناكل منها ثمر، ولزينة لانه هيك يعني الجزع عندها منه قوي، ما بتحسي انه هيدي ممكن تكبر تصير 10 امتار؟ لا مع الوقت مبلا، يعني هلا هون عم نحكي عن شجره منا كثير كبيره، عمرها تقريبا بالخمس سنين، وقتها تكبر كل ما تكبر كل ما رح يكبر الجزع تبعولها ومبلا قادره انها تحمل. وهالشجره يلي عاده نحن بنقول الشجر الملون بيكون شوي بده عناية اكثر، بده اهتمام اكثر، هيدي وحده من الاشجار يلي فيك تزرعيها على الطرقات، يعني البلديات فيها تزرعها على الطرقات تتشوف قديش هي من الاشجار السهله، وعاده بنقوا الاشجار يلي هي بتقدر انه تقلع لحالها بدون اي اهتمام. البرونوس هي وحده من الاشجار يلي فعلا ما بدها ابدا اهتمام، ولا بدها حتى انك تختاري لها نوع من التراب المحدد، يعني فيها تتحمل انها تعيش بتراب فيه كلس او بتراب اسيدك، يعني يكون الحموضه تبعوله عاليه ما عنده اي مشكل، فيها تعيش ابتداء من الساحل وصولا للجبل كمان بدون اي مشكل. كثير هني مشان هيك والحلو فيها غادة كمان استعمالاتها بتقدر تكون متعددة، يعني مثل ما قلت فيك تزرعيها بنسميها أرلينيوما أو بشكل خط، يعني لحتى يكون على جانب طريق أو على لحتى تحدد بجنينة ممر معين، أو فيك تستعمليها كمنسميها يعني سبيسيمن أو آيتم لحالها لحتى تكون بنص الجازون مثلا، تعطيك شجرة لونها أحمر، اللون تبعولها لون حلو كتير، يعني بس واحد بده يعرف شو بده منها، لأنه إذا عم تقولي هالقد بتكبر على مهلها، ايه بس ايه انه يعرف، يعني يا حد يحسب حساب انه بعد 10 سنين صح ما رح تبقى هيك اذا حطيتها انا بزاويه او بمحل، يعني بده يعطيها اسباس لتقدر تكبر 100%. اكيد كل شيء بدنا نزرعه يعني بده يكون مخطط، الجنينه وقتها بتقولي شو بدك تزرعي الافضل انك تكوني مخططه وتعرفي حالك بعد سنتين وثلاثه لوين بدك توصلي، واذا انت مستعده انك تبلشي تقبعي من الاشياء اللي حطيتيها ساعتها بتقولي انا على عمر معين يعني بهالحجم بدي اياها تكون كتيرة، فبزرع كتير وبعدين مستعدة انه شيلون ويكون مزبوط. مزبوط. هلا مثل ما قلت فيك تزرعيها اللينيوما، فيك تزرعيها لحالها، وفيك تزرعيها بشي مسميه مسيف، يعني وقت يكون في عندك عدة اشجار مع بعضهم بدك تحطيهم لحتى يعطيك تابلو حلو ملون، وهون كتير بتلعب دور لانه اللون تبعولها ما في اشجار كتير عندها هاللون، ودايما وقت اللي بدك تزرعي عدة انواع حلو انه يكون في تباين، يكون في تغيير، يعني تزرعي شجره مثلا نوع من الصنوبريات او الارزيات، حدا برونوس، حدا ثانيه لوريه او الغاليا اللي ورقتها عريضه او مانيوليا، هالالوان هيدي بتعطيك تابلو حلو كثير، وهون اهميه انه تشكلي بالاشجار اللي عندك اياها.
طبعا وقت نقول لوزيات هي معناتها من الاشجار يلي بهروا ورقه بالشتاء، منا من يلي بتضل دائما كل السنه بهاللون هيدا، بس نحن بمنطقتنا لانه الشتاء منه كثير قاسي ممكن انه تلاقي بالشتاء منا هيره 100%، بضل في عندك كم ورقه بس تضعف كثير بفصل الشتاء لحتى ابتداء من شباط وهون حسب الطقس كيف بلش تزهر، الازهار تبعولها كمان بيعطوا شكل كثير حلو، عم تتخيلي شجر كل شيء اللوز بيقولوا زهر باول الربيع. هلا البرونس بيساردي منا كثير يعني الهدف تبعولها مش كثير انه تعطي ازهار، فبالتالي الفرايتيز يلي بتوصلنا منا كثير كريمه بكميه الازهار يلي بتعطيها، ولكن حتى هي ومزهره باوائل الربيع حلوه كثير، بتعطي الزهره يلي لونها بين ابيض وزهر وهي لون كثير حلو لحتى بعدين بفصل مع الورق تبعها قد ايه بتكون حلوه يعني مظبوط، ومع مع الترون تبعها او الاغصان تبعولها يلي هي غامقه دائما لونها قريب كثير من لون الورق، تتوصل للصيفيه عطيتك هالالوان هيدي الوان كثير حلوه مثل ما قلت الكونتراست يلي بتعطيه كثير حلو كمان مع اي نوع ثاني بتحطيها من الاشجار او النباتات، بتقدري تزرعيها تكون تحتها في جازون ما في مشكل، بس ننتبه انه ما نسقي كثير حوالي منها، يعني ننتبه انه يكون الارض بتصرف منيح لحتى ما تضل مخزنه مي حواليها ما يصير في عندي امراض بالمستقبل. اول سنه بنزرعها لازم انه تنسقى كثير منيح وبشكل منتظم، هيدي اهم شيء اجمالا باكثريه النباتات بهمها كثير انه يكون في انتظام بطريقه الري، يعني تقولي مثلا كل يوم ايه يوم لا، خلينا دائما يوم ايه يوم لا، او اذا كل يوم بكميه اقل خلينا دائما كل يوم بكميه اقل، ومن بعدها من بعد اول سنه بنقول قلعت خلص بيمشي حالها بتقلع، ساعتها فيكي انه مثل ما بيعملوا بالبلديات بركي مره بالجمعه بيسقوا على جانب الطرقات، كمان البرونس بيمشي حالها بشكل كثير منيح، ومثل ما قلت هي نبته بتنزرع على السواحل ما في اي مشكل، وبالجبال كمان ما في عنا اي مشكل. مثل ما هي هيك بهالحجم واحد انه بيحب حتى بالداخل يعني يكون يمكن ما بعرف حلوه لانه بتنحط بمحل ما بعرف انا بانتري بنايه بنحط من لا اجمالا لا لانه لا بدها شمس، شمس كثير ضروريه، هلا فينا حتى شمس او مسميه نص ظل، نص ظل يعني بالمحل يلي بده يوصل شمس ساعتين او ثلاث ساعات حسب ما تقول بس بس حتى يعني بدها ضو النهار، يعني هلا اوكي ما في شمس ضو النهار برا مش مثل ضو النهار لما تكون قاعده اندور، وهي بحاجه للضو بحاجه لاهم من الضو لأنها من الأشجار يلي بهر ورقة بحاجة لتغيير المواسم، هيدا تغيير الفصول كتير مهم بالنسبة خاصة للأشجار يلي هي وصولها من مناطق نسميها معتدلة منا خارج انه تنحط جوا بقلب البيت، الاشجار او النباتات يلي بتنحط جوا بقلب البيت غادة دائما اذا بدكم يعني هيك تاخذي بس يقولوا لك هي شجره تروبيكال او من مناطق استوائيه او من بس تكون مناطق معتدله معناتها لا لازم يمرق عليها الفصول كلياتها لحتى تقدر انه تكمل الدوره السنويه تبعولها تيقدر يمشي حالها، والا ما بيمشي حال، واذا بدك نبسطها بشكل اكثر كل شيء بيعطي ورق اخضر على مدار السنه وبيضل كل السنه نفس الشيء ما بيغير، يعني بتكون شجره كل السنه ما بتغير، هيدي ممكن انه تنزرع بمحل داخلي، بينما الشجره يلي بتعطيكي تغيرات بتزهر وبترجع بتهر وبترجع بتعطي ورق اخضر وبعدين بيحمر، هيدي اكيد اكيد ما بتنزرع جوا بقلب البيت. منا من النباتات يلي كثير بيجي عليها امراض، وهيدي شغله كمان كثير منيحه، يعني شوفي قديش صار في عندها حسنات. مش كثير ليش ما عرفتينا عليها؟ بس بدنا ننتبه للشيء كل انواع البزاق يلي ممكن انه شوي قرقت الوراق تبعولها خاصة بأول موسم يلي بيكونوا هن بكترة في أول موسم، يعني عم نحكي ببداية الربيع. آخر حسنة وهيدا يلي أكيد هلأ بحس كل العالم رح تروح تشتريها رخيصة ليه؟ لقينا شيء رخيص بلبنان كمان هلا بلبنان ما بعرف، بس هي اجمالا من الاشجار يلي بس تطلعي على شجره بهالشكل هيدا وبهالكل المميزات تبولا واكثر شيء باللون يلي بتعطيه لانه فعلا مميزه من الاشجار يلي هي رخيصه، يعني نبته مثل يلي شايفينها حدك غاده بتراوح سعرها وحسب الكاليتي تبولا
بين لنقول 70 ل 100 دولار، وما عم نحكي عن شجره غاليه وقتها تكون هيك، لانه بشجره بهالكبر هيدا ما بتكون غاليه وقتها تعطيني كل هالاشياء هيك. حلوة كتير شجرة. بس أنا آخر سؤال، ذكرتي أنه معقول تعطي شوي فواكه؟ ممكن تعطي فواكه، مزبوط، تعطي فواكه مدورة حمراء بلون الخوخ، ممكن أنها تتاكل بس منا طيبة مثل الأنواع اللي ذكرناها قبل شوي، مثل الكرز، الخوخ، المشمش اللي هي موجودة وبأنواع كتيرة وبهالوقت بتكون موجودة، يعني نحن بغنى عن أنه ناكل نوع ما كتير له طعم، حتى منا حلوة يعني منا لا حلوة، لا يستعمل لأي شيء أبدا ولا لأي شيء ولا شيء، بس صحيح هيك لزينة إذا أخذت. طيب ميرسي، نرجع نشوفك قريبا، كانت كتير حلوة النبتة اليوم عن جد، برونش بيساردي لكل الأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا اسمها. رح ننتقل لحتى نتابع، وبعد شوي رح ننتقل لعند كارمن لحتى تبلش تتلقى اتصالاتكم أكيد مع زودياك.